لا جيت المملكة بخصوص مباراة الهلال وريال مدريد. وفي نظرك مين الفائز؟ والله نقول إن شاء الله، صح إنه صعب بس نقول إن شاء الله الهلال إن شاء الله. إن شاء الله تنتهي إن شاء الله 1-0 إن شاء الله الهلال إن شاء الله. إن شاء الله. من اللاعب يكون رجل الميادين الصعب؟ والله سالم الدوسري. مين؟ سالم الدوسري. سالم الدوسري. كيف جاك التنظيم في المغرب والمونديال؟ والله ما شاء الله تنظيم رائع، ما شاء الله شكل رائع يعني. تنظيم. أول زيارة لك المغرب؟ والله أول زيارة. هذيك. بس ما شاء الله تستحق الزيارة يعني، ما شاء الله المغرب. جميل. شكرا. الله يطول عمرك. أولا أحب أشكر المغرب على التنظيم الرائع. جربنا كل حاجة بالمغرب، القطار، استقبالكم من نزولنا من المطار. شكرا للمغرب المستضيف لهذه البطولة. ثاني حاجة أقول شكرا لجمهور المغرب اللي دعمنا في المباراة السابقة أمام فلامينغو، شكرا لهم. بعد خروج الوداد صار الفريق مجموعة المغاربة صاروا معنا، شكرا لهم. شكرا لجمهور طنجة، بيض الله وجيهه. ايش رأيك فريق ريال مدريد ومن الفائز اليوم؟ التمني الهلال، أمنية. ليما زرقاء؟ ها؟ ليما زرقاء؟ إيه زرقاء، بس العقل والملعب واللاعبين ريال مدريد، بس كرة القدم تخدم من خدمها داخل الملعب. والهلال بإذن الله بإذن الله يرفع كأس العالم. احنا هزمنا الأرجنتين بطل كأس العالم، مو بعزين نهزم ريال. الهلال عنده لاعبين ممتازين. صحيح. رجل الميادين ورجل الرقعة. والله كل داخل الملعب رجال الميدان، كلهم معهم الجمهور، معهم المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهده. شكرا لهم، وشكرا وزير الرياضة، وشكرا رئيس الهلال والأمير الوليد بن طلال على دعمهم لهذا الهلال الذي وصلنا الآن للعالم. العالم يشاهد الهلال ونقول الكاس يلمع والعين تدمع. شكرا. والله مستوى وأداء وكل شيء ممتاز من اللاعبين، وإن شاء الله إن شاء الله راح يبيضون الوجه اليوم ويكونون قدها بإذن الله. وأنا أتوقع النتيجة 2-1 للهلال. لا أنا جيت من المملكة. نعم جيت من المملكة من 5 أيام راحت سايح في المغرب وجاي لمباراة الزعيم الهلالي، وبإذن الله المباراة اليوم إن شاء الله تكون مربوحة للهلال بإذن الله. ريال مدريد بطل ما يختلف عليه 2، بس هذه الليلة مباراة 11 ضد 11 ذي يلعبون في الملعب رجال، كل واحد يحترم من يعطون رجل المباراة، صدقني تكون مربوحة. وصحيح في الريال؟ الريال نادي كبير ما حد يختلف عليه الريال. والفوز من يستحق؟ يستحق اللي يقدم أفضل، وإن شاء الله الهلال بإذن الله. بارك الله. حياك الله. مشكور. الهلال والريال صراحة نتمناها هلالية، رغم أن بتكون إن شاء الله بتكون مباراة صعبة، بس بإذن الله بتكون هلالية، لأن هذه كرة القدم ما فيها شيء مستحيل. يعني 11 لاعب ما 11 لاعب، وغياب بنزيما إن شاء الله بيأثر عليهم، والهلال ما يعرف صعوبات، رغم لا ما يعرف شيء اسمه عذار. بإذن الله هلالية إن شاء الله 2-1 للهلال بإذن الله، والحمد لله ودائما هلال. وهذا هلال، هذا البشت لبس أميس في كأس العالم، واليوم بنلبس الهلال إن شاء الله بناخذ كأس العالم بإذن الله. والله يكبر بيكم، الله يحفظكم. ميرسي. ايش رأيك في مقابلة اليوم بين الهلال والريال مدريد؟ والله هذه لقاء الزعماء، زعيم آسيا بزعيم أوروبا، وإن شاء الله بإذن الله إن المتفائلين إن شاء الله بفوز الهلال إن شاء الله. من رجل الميادين؟ رجل الميادين الهلال، لعيبة الهلال كلهم رجال ميادين إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله تمنيات إن شاء الله الهلال، ولكن هو على الملعب وعلى الحقيقة إنه يعني ممكن ريال مدريد، ولكن لا غرابة يعني. إن فاز ريال مدريد فلا غرابة، ذهبت إلى زعيم أوروبا، وإن فاز الهلال أيضا لا غريب على الهلال. أنت مقيم في المغرب ولا جيت من المملكة؟ لا لا مقيم هنا يعني. كيف جاك المغرب والتنظيم؟ والله ما شاء الله يعني شيء صراحة يرفع الرأس، و المشاعر أحيانا قد تخونك في التعبير صراحة، وشيء جميل صراحة وغير مستغرب على المغاربة أهم الكرم والضيافة. ايش رأيك في ريال مدريد؟ ريال مدريد فريق عادي، 11 لاعب ضد 11 لاعب، ما أعتقد أنه في فرق يعني. صحيح أنه كبير أوروبا، ولكن لا يوجد فرق في الميدان إن شاء الله بإذن الله. أنا جيت من المملكة العربية السعودية خصيصا للمباراة، وإن شاء الله نتمنى الفوز الهلال، و 2-0 توقعاتي ان شاء الله باذن الله، وراح سالم الدوسري يخلطهم الليله باذن الله. ايش رايك في ريال مدريد؟ فريق قوي، لكن الهلال ان شاء الله نلقاه في المواقف دائما القويه ان شاء الله باذن الله. شكرا.